الفنانة نورة رحال صاحبة الصوت اللي ربي عليه كل الأجيال إن كان القديمة والحاضرة ويلي كان دائما هي تميزنا وتمتعنا بأغانيها. اليوم شو سبب غيابك من 2018 أو إذا فينا نقول قلة أعمالك؟ إيه آخر شيء عملته بال 2019 كان أسهل الفراشي صحيح، ومن بعدها صار ظرف صحي مع ماما ورجعت إجت الكورونا فالتزمنا. يعني احنا من الناس اللي التزمت، ضليت سنتين انا والولاد وماما ملتزمين كثير. وبعدين ارتحنا من قصة الكورونا على اساس بعدين فتحنا لها انصبنا كلنا طبعا نهار اللي طلعنا من البيت الحمد لله على السلامة الله يسلمك. وبعدين مشيت الامور خلص صرنا مناح والحياة مكملة. اليوم شو هو السبب لحتى شروط نورة رحال هي صعبة ودائما بيقولوا أي شيء بدهم أي دور يعرضوه على الفنانة نورة رحال كتير قصص وكتير الإنتاج بيتعب أو أحيانا كمان شروطها صعبة، شو هو السبب وراء هذا الشيء؟ هل أنت متأنية بخطواتك وباختيار أدوارك؟ أنا الحقيقة ما بحط شروط، يعني أنا مجرد ما النص عاجبني والعمل موافقة عليه يعني ما عندي شروط صعبة. هي الفكرة إنه لأوصل لهذا العمل هي الشروط الصعبة، يعني ممكن أقرأ 20 عمل لأقتنع بواحد. السبب إنه تعودت دايما على الصف الأول، يعني من بدايتي تستاهل نادوا ميرسي يا روحي، يعني نادوا لي ناس كتير كبار اشتغلت معهم. عرفتي من بدايتي، يعني أول عمل عملته بحياتي بلشت تصويره كان فيلم الترحال مع الراحل ريمون بطرس، رجعت مع باسل الخطيب، رجعت اشتغلت مع جورج جرداء، رجعت مع نادين لبكي، اسماء اذا بتشوفي مع حاتم علي، يعني كنت كل مشاركه عم بشتغل مع ناس دائما عارفين شو عم يعملوا، فانا فهمت اللعبه من هدول الناس، فهمت الفن من 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 هذا المستوى، لهيك مو بالسهوله انه اقدر اتنازل اقبل اي عمل. بين التمثيل وبين الغناء شو بتفضلي وانه الاقرب لقلبك؟ الغناء ثم الغناء ثم الغناء ثم التمثيل، ونحن ما بدنا اياك غير تضلي كمان بالغناء. بس الحقيقه بس المشكله انه يلي كان موجود من 30 سنه بعده موجود اليوم، هو انه الحاله يعني هي حاله انه ما عندنا شركات انتاج غنائيه، ما عندنا اهتمام بهذا الفن العظيم اللي هو كثير مهم وكثير مؤثر. واجمالا اذا بتلاحظي الدول العربيه عم بيكون عندها اكثر شركات انتاج وعم تهتم بهذا النوع من الفنون اكثر، فهذا بيألم الحقيقه. تمام، بما انه حضرتك ذكرتي هي القصه، اليوم واقع الاغنيه السوريه كيف عم بتشوفي؟ ما لخصت لك اياها، طالما ما في جهات منتجه بتدعم هذا الفن وبتديره بشكل صح اكيد بده يصير ضعف. الفنان السوري كثير مهم، اغاني سوريه كثير حلوه عم يشتغلوا شغل، يعني انا بتفاجئ انه بيكون فنان سوري متواجد بالبلد بيشتغل كذا سنه، يعني ممكن يطلع ممكن لا، بس مجرد ما طلع برا بتحسي خلص انعرف، وفي قله معرفه بوسائل نشر الاغنيه السوريه. ما عندنا مشكله بالاغنيه نفسها، عندنا موسيقيين كثير مهمين، عندنا شعراء ممتازين، ما في اي مشكله بهذا الشق من الفن. هو قصة التنفيذ واطلاعه للناس، وبتعرفي اليوم الاهتمام الإعلامي والدعائي كتير أساسي. هل في تحضيرات لمشروعات غنائية رح نشوفها مع نورة رحال هاي السنة؟ إن شاء الله إيه أكيد. طيب تم التعاون مع كتاب أو ملحنين، أعطيني شوية تفاصيل صغيرة عم بفوشيا. يعني اللي بحق لي اعطيك اياه انه في شيء مكرر من شغلي، يعني انه كتابتي والحاني في شيء رح يكون هيك بالشغل. وطبعا بتمنى في حديث هلا قائم بيني وبين استاذ سمير كويفاتي، بيني باستاذ رعد خلاف ايه فهدول اصدقائي من الزمن البعيد، وانا اشتغلت معهم طبعا ببداياتي وكثير بحب انه ارجع اشتغل معهم مره ثانيه. فان شاء الله في تركيز مبدئيا اني اقعد بالبلد وقت اكثر لحتى نقدر نطلع بنتيجه وعمل اللي يعجب الناس ان شاء الله يا رب. اليوم شو اللي بيزعج نورة رحال بالتعامل ضمن الوسط الفني؟ ضمن الوسط الفني شو قصدك يعني؟
إن كان بين حضرتك وبين الإنتاج، بينك وبين الإخراج، شركات الإنتاج، بينك وبين حتى زملائك؟ ما في شيء بيزعجني الحقيقة، يعني دائما بس فوت على عمل بلاقي كتير محبة وترحيب وأنا طبعي محبة كمان، بحب العالم. فالحقيقة هلأ أوقات تعب طبعا، البرد ممكن كتير تتعبي فيه. مثلا بهذا العمل أول مشاهد صورناها يمكن كان درجة الحرارة 0 أو 1، كنا عم نصور بدار عربي مع بحر ومي ونحن قاعدين، عرفتي شو؟ فهي الشغلات ممكن تتعب، بس هي مو انه تزعج. يعني هو الواحد بده يفوت بهذا، بطبيعه هذا الشغل في هي الصعوبات، بده يكون قدها، يعني بده يكون شوي بيتحمل. خارج اوقات العمل كيف بتقضي نهارها نوره؟ يعني انا والمتابعين حابين يعرفوا. حشورين جدا. اجمالا بالبيت بهتم بالماما وبولادي، ومؤخرا اكثر يعني زايده عندي هي الحاله بالسنين الاخيره، ما بعرف يمكن على كثر ما صار مفاجآت من انفجارات من حروب من مشاكل، هذا كله اثرت، حسيت صار عندي تمسك اكبر بالعائله، وانا بستمتع الحقيقه بوجودي مع العائله. يعني ايه مشاريع مشكله. استاذه نوره، اليوم لاي درجه اضطريتي بفتره زمنيه انك تفاضلي بين البيت وبين العمل؟ كثير مرات طبعا. هلا بمراحل الاولى لما كانوا اولادي صغار كنت معتمده على ماما اعتماد كلي، يعني ما كان عندي مشكله انه اترك البيت باي لحظه واروح اشتغل. بالفترات الاخيره ماما عم تكبر والاولاد عم بيكبروا وانا كثير اساسي، يعني تواجدي جنبهم صاروا خلص شباب وبدي افهمهم ويفهموني واشرح لهم ويشرحوا لي. صار بدهم وقت أكثر، بالطفولة العناية فيهم سهلة أكثر، يعني بتشرحي شغلات بسيطة على قد عقلهم وهيك، بس يكبروا بدك تعطي وقت، يعني بده يكون عندك جلد تسمعي، والموضوع اللي بينطرح روح أعمل عنه بحوث ودراسة إنه من أي زاوية هن شايفينه، بشو أقنعهم، يعني هيك. فالوقت كان الأفضلية لأني أبقى مع عائلتي.